نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن نصر. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل الساده المشاهدين والنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن محمد يوسف والكابتن عادل مصطفى. طبعا مبروك لمصر، مش بس النادي الاهلي، مبروك لمصر كلها النهارده. النادي الاهلي بيكسب، مصر كلها بتفرح. صحيح. فمبروك لمصر، مبروك للعيبه اللي هي ادت الكابتن ايمن بروح. يمكن امبارح حضرتك تفتكر كان الكابتن اسامه حسني موجود والكابتن الهاني العجيزي، واتفقنا كلنا ان النادي الاهلي النهارده بالروح العاليه في المباراه وبالاداء هيفرض شخصيته على الكل. صح. وهو ده اللي حصل النهارده. النهارده النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بدون مجامله هي فرضت شخصيتها على الكل. وعلى الكل، والكل يعرف يعني على الكل، على طاقم التحكيم، على فريق الوداد. ودي يمكن اتفقنا عليها امبارح ان بالعزيمه وبالروح يقدر ان النادي الاهلي يتخطى الاخطاء التحكيميه اللي حصلت. وبالفعل بعد ركله الجزاء اللي اتحسبت الحكم ابتدى يمشي بمعيار واحد. عايز اقول حاجه مهمه جدا كابتن ايمن في البدايه. انا عندي يمكن انذارين. انا هعمل مقارنه ما بين الانذار اللي هو كان فيه انذار كابتن علاء في اول دقيقه مخالفه تمت ضد عمرو السوليه، وهي هي المخالفه اللي تمت ضد الي ديانج. عايزين بس نروح للحته دي، ان كان يجب على الحكم اشار بطاقه صفراء في الدقيقه تقريبا الثانيه ضد عمرو السوليه. خطا واضح جدا جدا، كان المفروض يخرج في البطاقه الصفراء. نروح للانذار الي ديانج بدري قوي قوي قوي. صح. في الدقيقه 15. وخلي بالك دي برضك من ضمن العلامات اللي كان ممكن سهله قوي قوي لولا ذكاء الجهاز الفني بامانه ويتحسب له. وانا بتكلم من الناحيه التحكيميه كان سهل قوي قوي، قال لو كمل الشوط الثاني كان ممكن ياخد بطاقه في كارت احمر. فكان الجهاز الفني كان عنده ذكاء في ان هو عمل التغيير دوت، وبالتالي حافظ على القوام بتاع الفريق. طب انا عايز اتكلم في الانذار اللي هو خده اليو ديانج. اولا ده كان في نص الملعب بعيد قوي، نص الملعب الثاني، والفاول يعني كان طبيعي، ما كانش في حاجه متعمده. هل يستحق كارت اصفر؟ كابتن ايمن احنا بنتكلم على الاخطاء التي تم ارتكابها اما باهمال او بتهور او باستخدام قوه ذكاء. كويس. نروح لاليو دانج، هو خطا باهمال. يعني ايه؟ خطا باهمال مفيش اي خطوره على اللاعب اللي هو اللاعب المنافس، وبالتالي خطا عادي. انا حتى استغربت ان هو في دقيقه 15 بيدي انذار لاليو. وزي ما قلت لحضرتك الحمد لله ان هو تم تغيير اليو، ولكن هو طبعا انذار غير مستحق بالمرمى. بالقياس لو احنا هنتكلم في المعايير الانذارات ما كانتش واحده كابتن ايمن. يعني عندي كمان اللي هو اللاعب الوداد لما دخل بالاستزاد في السمانه بتاعت قفشه، واضحه جدا 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 والحكم ستة. نعم رقم 6 نقاش. رقم 6 اللي هو النقاش ده كورتين وكوره كمان بالظبط. يعني النقاش النهارده عنده خطأين صحيح لم يتم انذارهم، لعبه قفشه وكانت لعبه في الشوط الاولاني. فكانت المعايير احتساب المخالفات والعقوبات الانضباطيه كانت مش واحده على الفريقين، ودي برضك تدي علامات استفهام بالنسبه لحكم المباراه. هتكلم على نقطه مهمه جدا جدا وهي ركله الجزاء اللي هي تم احتسابها. والسؤال يا كابتن يوسف هو انا النهارده في ركله جزاء اتحسبوا، طيب في اللعبه الجزاء الثانيه ليه الحكم ما راحش للفار؟ وليه في الاولانيه راح للفار؟ ده السؤال اللي احنا عاوزين نوضحه للساده المشاهدين. ركله الجزاء الاولى اللي هو حسبها على النادي الاهلي ضد الشناوي، النار النهارده الفار هنا يا كابتن اهو. كلموه في غرفه الفار يا كابتن. كلموه قالوا له ايه؟ تعال بص عليه. ليه؟ علشان ما فيش شك انها تبقى ضربه جزاء صحيحه. احنا عاوزين نوصله. في ركله الجزاء الثانيه يا كابتن ما حدش قال له، هم اكدوا على ركله الجزاء. بتاعت علي معلول بتاعتنا كانت اكيد هو خد القرار. خلي بالك هنروح بس واحده واحده نشوف اللعبه دي كابتن. احيانا اللاعب المهاجم بيتوقع خطا او بيتوقع ان الحارس هيطلع يقابله. صح. عندنا في حاجه اسمها التحايل. ايه التحايل؟ ان اللاعب المهاجم بيتوقع كابتن علاء ان الحارس هيطلع او الحارس هيخطا، وبالتالي بيستغل التلامس، بيستغل كابتن التلامس البسيط العادل في ان هو يعمل السكوت او يعمل القفز. نروح للشناوي. الشناوي راح رايح ذكي جدا جدا. الشناوي هو رايح ومش عايز يعمل ريسك على نفسه، وراح رايح واقف رجليه ثبتت ووقف. اللاعب الثاني هو استغل ايه؟ ان هو يروح رايح وعامل احتكاك وعامل القفز اللي بيدي شكل للعبه ان هي ركله جزاء. طبعا الحكم حسب ركله جزاء اللي هو كان اعتقد يعني متوقعها ومستنيها. نروح لبملك الحكم الاثيوبي اللي هو كان على الفار. كابتن لو ركله الجزاء دي صحيحه ما كان ابدا الفار يستدعي الحكم. مظبوط.
ليه؟ كان هياكد له في الكوميونيكيشن ان ركله الجزاء صحيحه ومفيش فيها مشكله خالص. ولكن النهارده بتحسب ركله جزاء على الشناوي، ماذا فعل الشناوي في الحاله؟ لم يرتكب اي مخالفه اطلاقا غير ان هو راح وعنده ذكاء كويس قوي قوي، هو عارف لو راح وعمل اي تهور او اهمال هيتحسب ركله جزاء. راح وثبت ونيجي للاعب تاني هو اللي استغل او توقع ان الشناوي هيروح وحصل الاحتكاك او التلامس وابتدى يحسب الحكم ركله الجزاء. في حته عايز افهمها انا، يعني هو ايه ده ضرب جزاء والفار استدعاه كويس وراح يتكلم مع الفار هناك ويشوف اللعبه، يعني انا عايز اعرف لو الفار قال له دي مش ضرب الجزاء برضه هو ممكن يحكم ضرب الجزاء؟ تقدير ليه. بص يا كابتن شريف، احنا اتفقنا ان القرار الاول والاخير بيرجع لحكم المباراه، بس السؤال اللي هو بيسال نفسه حضرتك هو النهارده الفار استدعاك ليه؟ صح، ده السؤال. عشان في شك الفار، لان الفار مش مقتنع بانك انت حصلت المخالفه بقرارك بالقرار. وبالتالي بيديك فرصه ثانيه تيجي تشوف، ربما انك انت تيجي تشوف من الـ من الـ من الـ اللقطات اللي بتيجي لك الزاويه انك انت تغير قرارك. انا عن نفسي كنت متوقع تماما ان هو هيلغي ركله الجزاء، يغير واحنا برضه تماما، لان انا مش شايف في مخالفه خالص. وبملك لما بيجي لك بملك حكم كبير كابتن ايمن، على فكره بملك حكم مصنف، حكم كبير جدا جدا، لما يقعد على الفار ويقول لك تعالى ان مفيش هنا مخالفه، لابد انك انت النهارده تسال نفسك وتشوف كويس هل في مخالفه من فار. انا شايف ان ركله جزاء غير صحيحه تم احتسابها على النادي الاهلي، على الرغم ان الشناوي ما عملش اي مخالفه في الحاله ديت، وبالتالي كان يعني ركله جزاء لولا براعه الشناوي كابتن ايمن، ولولا ان النادي الاهلي يعني فريق النهارده بيلعب بروح بقتال بتركيز، اعتقد ان هو فرض شخصيته ان الاهلي على الكل على الكل. ودي كان الموقف ده بيتسجل، انا اسف مقاطعتك، الموقف ده اللي حصل من الفار مثلا وقال له لا دي مش ضربه جزاء وهو اصر، هل الموقف ده بيسجل وبيوصل للجنه؟ سؤال ممتاز كده جدا. كل محادثات الفار كابتن ايمن كابتن شريف بتسجل ليه؟ لان هنا التقنيه الفار لابد ان هم يبقوا عارفين ايه الحوار اللي حصل ما بين الحكم وحكم الفار. ليه؟ لان النهارده لو في حاجه مش مظبوطه بيتم توجيه الملاحظات للحكام بانك انت كان المفروض تعمل كده او ما تعملش كده. كل المحادثات اللي هي ما بين الحكم وما بين الفار بتبقى دي متسجله؟ متسجله طبعا، يعني زي الصندوق الاسود بتاع زي الصندوق الاسود. لان النهارده انت مفترض انك انت كفار، هو عاوز يعرف انت قلت له ايه، بيبرئ ذمته يعني الفار، يعني بيقول لك عاوز يعني يقول لك انت طب انت جبته ليه الفار؟ مش هينفع تقول له كده غير ان يكون كل حاجه متسجله. كل الكلام ده متسجل، وزي ما قلت لحضرتك هو النهارده بملك كويس. هو السؤال هنا يا كابتن ناصر، هو الحكم لما راح شافها هل جابها من كذا زاويه ولا بص من زاويه واحده بس اللي هو من وجهه نظره ان دي بينالتي على الشناوي؟ بص يا كابتن، على فكره اللقطه دي فيها ثلاث لقطات، لقطتين مفيش مخالفه اطلاقا كويس اطلاقا، ولقطه فيها احتكاك اللي هو احنا بنقول عليه احتكاك العادل. هو كان مركز على دي، هو ركز على دي، يعني هو ركز على اللي هي فيها احتكاك، ما خدش باللقطتين اللي قبلها. اللقطتين التانيين مفيش فيهم الهوا، يعني زي ما لقطه فيهم الشناوي راح وقف والراجل عمل اللي هي اللقطات الحقيقيه او عمل القفز، مظبوط، مفيش فيها مخالفه، مظبوط. كابتن ايمن في الحالات ديت الحكم لابد ان هو يروح للتفاصيل، للاسف الشديد هو ما راحش للتفاصيل ولا واخد بالشكل الحاله واحتسب. طيب كويس ان كان في فار ورجعك، كان لابد انك انت تشوف وتلغي القرار، مش عيب انك انت تلغي القرار، احنا بنحقق العداله التحكيميه. بس هقول حاجه مهمه جدا تاني، هقولها مره واثنين وثلاثه، لولا النادي الاهلي النهارده كابتن عنده شخصيه وعنده روح وتركيز دوت، اعتقد ان هو منع حاجات كتيره كان ممكن تحدث بعد كده. يعني الشناوي صدر ركله جزاء والنادي الاهلي فاق وجاب الجون الثاني، خلاص يعني انت يعني فرضت شخصيتك وفرضت الروح بتاعتك في الملعب، ما اديتش فرصه لاي حد ابدا ان هو يعني يخطا او يدي اخطاء للحكم. عندي حاله ركله جزاء وده اللي احنا بنتكلم فيه، ما كانش ينفع الحكم ما يحسبهاش. انت معايا يا كابتن ايمن؟ ليه؟ احنا بنتكلم في مخالفه لمس الكره بالايد. عندنا الكونسيدريشن بتاع المخالفه لمس الكره بالايد بنقول ايه؟ دي واضحه جدا، لو جبنا اي حد من بره شاف اللعبه هيصفر ركله جزاء. احنا قلنا كابتن عادل دايما مخالفه لمس الكره بالايد اللي هي ايه؟ هل الايد خرجت خارج نطاق الجسم؟ كبرت حجم الجسم ولا لا؟ فطالما هي خرجت نطاق الجسم وكبرت حجم الجسم هنا بيحتسب الحكم ركله جزاء. هو طبعا ما يقدرش ما يحسبهاش، ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك دي من كامله الاوصاف خاصه بالمعايير. طبعا هو حسب ركله جزاء، واشهر البطاقه اللي احنا قلنا دايما في تسديد على المرمى وفي لاعب بيمنع الكره من دخول المرمى،
هنا بيقول القانون على طول هنا يتم اشهار البطاقه الصفراء ليه. هو حسب ركله جزاء طبعا سهله وواضحه وما كانش ينفع ان هو ما يحسبهاش، وبالتالي هنا قلنا ان الكومنيكيشن بملك في الفار اكد له وما قالوش تعالى شوف زي الحاله الاوليه. كان طبعا ركله جزاء صحيحه 100%، وبالتالي النهارده بنقول ان تاني بنقول النادي الاهلي يتفوق على الجميع وعلى الكل بامانه مش مجامله، ان الاهلي يتفوق على طاقم التحكيم، يتفوق على الوداد، يتفوق على الكل، وده مردود ورساله كبيره جدا جدا، روح ولعب ونتيجه واداء كل الامور النهارده كانت متوفره، بس ما شاء الله النادي الاهلي مش مجامله، اتمنى طبعا في عايز اكلم حضرتك في ضربه الجزاء برضو بالنسبه للعيب الوداد اللي هو منع هدف وحقق وكره كانت رايحه الجول، فعلا كانت رايحه الجول بنسبه 100%. هل بيستحق انذار كارت اصفر ولا كارت احمر؟ سؤال مهم، هو انت بتتكلم في منع هدف محقق. أيوة. هنا في القانون منع هدف محقق بطاقه حمراء مباشره. بس الكلام ده امتى يا كابتن ايمن؟ لو كابتن يوسف وقف على خط المرمى وهي بتتشاط، بيفترض ان ممكن حارس المرمى يصدها. أيوة. من ورا، مفترض ان انا في لاعب او لاعبين خلف اللاعب اللي هو لعب الكره بالايد، كان حارس المرمى موجود. مزبوط. وبالتالي الحاله الوحيده اللي اقول منع هدف محقق هو كابتن يوسف واقف على خط المرمى وبتسدد داخل المرمى، هو حط ايديه فيها منعها من دخول المرمى. وضربه الجزاء برضو بتاع الشناوي كده. وبتاع الشناوي اصلا لا، هو بتاع الشناوي هنا على اعتبار انه احتسب ضربه جزاء على الشناوي. كان ممكن لو الولد مش طالع لبره كان ممكن يديله كارت احمر. هو هنا بيتكلم في معايير الفرصه الواضحه لتسجيل هدف. ركله جزاء الشناوي هي لم تكن فرصه واضحه لتسجيل هدف. ليه؟ خارج بيها لبره، لان اولا هو الشناوي لو هنفترض جدلا هو ما ارتكبش مخالفه، ولو ارتكب مخالفه هو كان في تنافس منه على ما ادالوش انذار حتى، وبالتالي يستمر اللعب بدون اشهار اي بطاقه، لان هي ما كانش فرصه واضحه. يعني ايه كانت فرصه واضحه؟ راجل رايح يعني مباشر اتجاه العام عنده اتجاه المرمى، اخر لاعب كان الشناوي، يعني هيعمل دريبل ويعدي ويحط الكره جول، ولكن لعبه الشناوي كان هو خرج لبره وكان في تنافس. لو افترضنا ان في تنافس كان في تنافس، ما كانش في مخالفه ولا دفع ولا شد ولا عرقله ولا انذار هو ما داش انذار الشناوي. جاب منين بقى ضربه الجزاء دي؟ هو ما داش انذار الشناوي. كابتن انا بقول تاني والكلام ده قلناه وبعيده تاني، ان النادي الاهلي النهارده زي ما قلت بادائه منع حاجات كتيره جدا جدا كان ممكن ربما لا قدر الله تحصل في التحكيم. يا كابتن ايمن بالنهايه بنقول ان تحيه للحكم الفار بملك، لان انا شايف النهارده ان هو كان عادل وهو كان عنده امانه في ان هو سيد الحكم في حاله ركله الجزاء، وعمل اللي عليه الراجل، هو عمل اللي عليه طبقا لتقنيه الفار. هو جابه قال له انك انت ركله جزاء انا شايف ان هي تيجي تشوفها بنفسك، لان هو مش مقتنع بيها كفار. الحكم طبعا المعايير كانت مختلفه، انذارات هنا بتتاخد وانذارات هنا ما بتتاخدش. الحمد لله النهارده بنقول ان الاداء غطى على الاخطاء التحكيميه اللي كانت موجوده. وبشيد تاني بالجهاز الفني والاداري في حاله تغيير اليو ديانج كابتن، دي كانت نقطه ايجابيه كبيره جدا جدا انا اشعر بيها كحكم في الملعب، لما يكون عنده اللاعب عنده انذار وانا بتلكك سهل قوي. هو خد انذار في الدقيقه 14 الشوط الاولاني، سهل قوي في الدقيقه 20 في الشوط الاولاني ادي البطاقه الصفراء الثانيه واشهر البطاقه الحمراء واريح الدنيا خالص، وتبقى النادي الاهلي بيلعب ب 10 لاعبين. كابتن ناصر، هو فاميلا الحكم ده سينيور هناك على الطقم اللي قاعد على الفار، ولا هو لوحده اللي قاعد، ولا ايه؟ مش عارف، مش في طقم تحكيمي على الفار؟ كم واحد؟ كابتن ايمن، هو عاده بيبقى حكم الفار الرئيسي هو بملك سيبا للحكم الاثيوبي، هو ده الوحيد اللي بيبقى فيه كوميونيكيشن بينه وبين حكم المباراه في الملعب. هما كام واحد بيبقوا موجود؟ بيبقوا احيانا ممكن اثنين، ممكن يبقوا ثلاثه، لان احيانا بيبقى فيه حكم خاص بالتسلل فقط. كابتن شريف لو عندنا لما هو الحكم الرئيسي كان بملك، وزي ما قلت بملك حكم عنده امانه فوق الوصف، والحمد لله زي ما قلت تاني ان الاخطاء التحكيميه النهارده لم تؤثر في نتيجه المباراه. عندنا في النهايه ركله جزاء غير صحيحه احتسبت ضد الشناوي، عندنا ركله جزاء تم احتسابها للنادي الاهلي، ركله جزاء طبعا كامله الاوصاف مفيش فيها اي جدال، وما كانش ينفع ان هو يا كابتن ايمن ما يحسبهاش، لان هي واضحه جدا طبقا لمعايير مخالفه لمس الكره بالايد. تمنياتنا للنادي الاهلي ونفس الفكر والثقافه للاعب النادي الاهلي اللي ادت بيها في مباراه اليوم تادي بيها ان شاء الله في المباراه اللي جايه، ونتمنى طبعا يكون النهائي خالص مصري مصري بإذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس.